وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تسأل أنها تعاني من ضيق في الصدر وكثرة الوسوسة في الصلاة والوضوء، لا تستطيع قراءة القرآن، تجد صعوبة، ذهبت عند الطبيبة لتعالج ضيق الصدر وصعوبة التنفس، فقالت لها الطبيبة ليس عندك شيء، فنصحوها بالذهاب عند الراقي، فذهبت وقال لها أنها عندها مس عاشق وتكال وعندها وهم، فقيل لها أنها عالج كل شيء، بقيت عليك أن تتقي والعلاج بالحجامة، لكن ما زال الضيق في صدرها ولا تستطيع الصلاة، يأتي طفل في الصلاة والسؤال هل هذه الرقية صحيحة وما هو علاجها؟ لا شك أن المسلم محاط بكل الشرور، شرور من إنس وشرور من جن المتمثلة من وسوسة الشيطان، لكن أغلب الناس راكي مرضو رؤوسهم برؤوسهم، تجد الإنسان لا شيء عنده، ما عنده لا مرض لا ما عنده حاجة، ما عنده مس ما عنده سعر، ولكن أوهام نفسية توحي إليه بأنه ممسوس مصروع مسحور إلى آخره، هذا الوهم يكفي أنه شر، مع أن الأصل هو الثقة في الله سبحانه وتعالى، ويعني بأن الإنسان ما عنده والو، هذا هو الأصل اللي خصو يكون اليقين، اليقين ما عندك سحر ما عندك مس ما عندك تبعة ما عندك توكل ما عندك عين ما عندك مس ما عندك صرع ما عندك والو، هذا هو الأصل اللي خصو الإنسان يكون عليه. إذا سدينا الباب بهذه الطريقة تنتغلبوا على واحد جانب كبير من المشاكل واحدة، لكن إذا ما درناش راه تكون عندنا مشاكل. ملي كيفتح الإنسان القلب ديالو وينصب المسامع ديال أي إنسان، لا بد أنه يدخل قلبه مجموعة من المشاكل ومجموعة من الأوهام. شنو كيوقع؟ تيمشي عند داك الناس اللي كيتسميو بالرقات الشرعيين ظلما وزورا. أغلب الناس المرضى بأمراض وهمية وأمراض نفسية أغلبهم من الرقات. علاش؟ تيمشي عنده تيقول ليه أرى عندك كذا وكذا، من أين له هذا؟ من أين يعلم بأنه عنده سحر وعنده عين وعنده كذا؟ الله أعلم. إذا قاع افترضنا افتراضا أن الإنسان بغى يرقي، يرقي بكتاب الله سبحانه وتعالى مع الضوابط الشرعية، كيف كتاب الله عز وجل، قراءة القرآن، عالجيها بكتاب الله كما ورد في الخبر، لا أقل ولا أكثر. قضية الإنسان يمشي عند شي واحد يتسمى بالراقي الشرعي وعنده مخالفات شرعية وعنده أنه كيشوف المرأة الأجنبية وكتشوف فيه وربما يحط عليها يده وربما يعني يستنطق زعمة الجن منين جيت وسميتك وعلاش وكيفاش كذا، من أين له هذا؟ ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل السلف. ثانيا، من أين جاء بالجن العاشق والمس العاشق؟ من هذا المصطلح بعدا؟ مصطلحات المشعوذين، مصطلحات سحرة، هذه المصطلحات ليست من مصطلحات المؤمنين. هذه المصطلحات المس العاشق والجن العاشق أرى من مصطلحات المشعوذين ومن مصطلحات السحرة التي يضلون بها العباد ويوهمون الناس بأن هناك جن وأنه يسمى بالجن العاشق، هذا لا ما كاينش، باش نفهموا هذه القضية. لكن اللي انسى مش عن شي واحد قال لي عندك مس العاشق، شوية يقولوا لي راه كاين راح الراقي الآخر مزيان راقي شرعي، مشي عنده يقول له عندك المس، الأول الجن العاشق والثاني المس والثالث قال لي السحر والرابع قال لي عندك العين والخامس قال لي عندك التبعة، وتما غادي واش غادي يترون هذا الإنسان؟ أكيد أنه غادي يترون، لأنه هو اللي مرون راسه. إذا النصيحة هو أن الإنسان اللي مرض أنه يشتغل بكتاب الله، قراءة المصحف، أذكار الصباح، أذكار المساء، الوضوء، كثرة الاستعاذة،
كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرة الاستغفار، ثم تصحيح جناب العقادي، توحيد. بعد كل هذا البعد والتخلص والتخلي بالكلية من المعاصي، الفيسبوك والأفلام والمسلسلات والأحجبة والأضرحة وغيرها، كل شيء حيده باش يبقى هذا القلب يكون صالح، يكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى. قضية مسألة وقت، هذه المسألة كتعالج. إذا كان الوسواس اللي هو الوسواس الخفيف تتعالج بهذه الأمور هذه، إذا كان ما يسمى بالوسواس القهري إلى حد يعني الدهور عند الإنسان، نفس الأسباب اللي هي قراءة القرآن، الوضوء، المحافظة على الذكر، محافظة على الصلاة، محافظة على الاستغفار والصلاة على رسول الله، مع زيادة المعاملة مع هذا النوع من المرض بالمعاكسة، علاجه في معاكسته. بمعنى ملي كيقرا الانسان القران يجي الشيطان يقول ليه ما كدير والو انت عندك الذنوب، ما يقطعش من اجل هذه الاستجابه الوسواسيه. الا كان تيصل ليه الشيطان يقول ليه راه ما صليتي والو، ما يقطعش الصلاه، خرج من بيت المكتوب دا قال ليه راه ما مسحتيش على راسك، ما يرجعش. اي حاجه تقالت لي